بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، ما زلنا نتواصل معكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة هنا من أرضية ميدان الطي، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة جديدة، انطلاقة موفقة هنا في انطلاقات سن الإذاع لفئة الجعدان، المحليات الأصايل 4 كيلومترات هي المسافة. هو الحديث هنا عن هذه الشعارات التي تتواجد هنا في ميدان القمم، هنا في ساحة القمم. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للمشاركين. شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، النقل على شاهين من هجري ند الشبة، أيضا سالم بن سعيد أيضا هو المتابع لهذه الانطلاقات، النقل على المركز الثالث. مصوب بيصيب الهدف إن شاء الله. أيضا هناك أحمد بن عبيد بن حميدان، انتقل بدوره إلى المركز الرابع. وسيم أيضا عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي هو مع وسيم في المركز الرابع. يلا يا ابو علي شد العزم، يلا يا ابو علي خلك في الفورمه. نقلتنا على المركز الخامس، هناك اللي هو مفهوم في خامس المراكز، الشعار الذي تألق في انطلاقات سن اللقايه، ايضا بشعارات اصحاب السمو الشيوخ مع بابل مع سنجار مع الاسامي الكثيره والكثيره يا ابو منصور. ايضا هناك مضمرة سيف بخلفان الغويص، بينما اللي في المركز السات مليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري، بينما سابع المراكز هناك من حل من الجانب الاخر ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ايضا عبد الله بن علي بن واس انتقل بدوره الى المركز الثامن ايها الاخوة الاطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ايضا سعيد بن عبيد الحميري تاسع المراكز، هناك الطايش لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. وايضا ياتي في عملية تضميره مطر بن علي بن واصل الشبي، بينما عاشر المراكز شاهين من هجني ند الشبا سالم بن سعيد في تضميره، سالم سعيد في تكتيكه. نحن نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشره المراكز، ذعناها عليكم كامله مكمله. الله يا مصوب الهدف صاب الهدف مصوب حتى هذه اللحظات للسيد احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، حاضرا متابعا لانطلاقات مصوب، مضمرا مدربا ايضا هناك متابعا في كل صغيره وكبيره مع مصوب، بينما شاهين من اتى وحل بثاني المراكز هناك لهجني ند الشبا سالم سعيد في عمليه تضميره في عمليه تدريبه. نقلتنا على مفهوم ثالثا لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم، يلا يا سيف يا بن خلفان يا الغويص، بينما رابع المراكز هناك من الجانب الاخر ايها الاخوه شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى المطيعي، وصلكم الرزي ينتقل من موقع الى موقع، ينتقل من مركز الى مركز. ايضا هناك عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي، ولكن هجن ند الشبا بدت تقترب من الحدث التي تقدم شاهين. ايضا هناك بسادس المراكز وسالم بن سعيد مضمرا متابعا ايها الاخوه. هكذا كانت هي النتيجه، عوده الى المركز الاول، عوده الى مقدمه الشوط. يضيف قبل التنف
فزه انعادنا وعيد فوزه غالي وعنده له معزه ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الاداء الجميل يا مصوب حتى هذه اللحظات مسيطر على المركز الاول ولكن دير بالك دير بالك شاهين ثانيا شاهين ثانيا شاهين ثانيا هجني ند الشبه سالم سعيد في عمليه التضمير وصلكم مفهوم وصل مفهوم وصل مفهوم لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم يلا يا سيف يا بن خلفان يا نغويص ثلاثيه جميله في موقع جميل ثلاثيه مميزه في موقع اجمل ولكن مصوب على ما ظن صاب الهدف صاب الهدف يلا يا بن حميدان احمد بن عبيد بن حميدان لحظات جميله لحظات مميزه ينتظرها الجميع ما بين بن حميداني وهجني ند الشبه وصل مفهوم وصل مفهوم وصل مفهوم اللحظات الجميله لاسمه شيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويص ولكن بعود الى مصوب بعود الى مصوب بعود الى مصوب احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي الفلاسي الميتين المتر الاخيره اللي يفصلنا عن خط النهايه مصوب ولكن مفهوم 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 يفهم الاوضاع في اللحظات الاخيره مصوب مفهوم تهانينا وسلام سلام سلام العوير سلام العوير احمد بن عبيد بن حميدان ملكا لهذا الصوت مع مصوب المركز الثاني اسمه الشيخ احمد بن سعيد المكتوم المركز الثالث هجني ند الشبه ورابع المراكز ايضا هجني ند الشبه المركز الخامس وسيل في خامس المراكز شكرا عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي 6/18 48 جزء من الثانيه تهانينا والناموس.